عبر صفحات بعض الجهات والشخصيات المحسوبة على الانقلاب، تم تسريب ما سمي بخطة المبعوث الأممي بشأن خارطة الحل للأزمة في اليمن. وسواء كانت هذه التسريبات مجرد بالونة اختبار أم كانت هي الخطة الفعلية التي تم تسليمها لطرف الحوثي صالح في صنعاء، والتي نفت الحكومة والرئاسة استلام نسخة منها، تظل هناك أسئلة كثيرة حول ملابسات هذه الخطة وحول كونها بحسب مراقبين منحازة في بنودها لصالح طرف الانقلاب، بحيث تظهر أن الحلول تدور حول إزاحة الرئيس الشرعي للبلاد وحكومته بدلا عن إزاحة من تسبب بالانقلاب ومعاقبته. ويبدو الترقب والصمت المرافق لهذه الخطوة أحد أبرز علامات الاستفهام، كما أن التساؤل حول إمكانية تنفيذ ما ورد فيها على أرضية غير مهيئة أيضا يمثل عائقا عمليا آخر. وتدور أسئلة أخرى حول ما إذا كانت هذه الخطة مدخلا لحل سياسي وعسكري أم شرعنة أممية للانقلاب وتحايل على المرجعيات الواردة في نص الخطة. للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها سيكون معنا من صنعاء عضو وفد الحوثي صالح المفاوض الأستاذ ناصر باقزقوز، ومن الرياض عضو الفريق الإعلامي لوفد الحكومة الأستاذ فهد الشرفي. أرحب بكما ضيفي الكرام وأدعوكما للإجابة على السؤال المشترك. والبداية معك السيد ناصر باقزقوز، مرحبا بك بداية. هل تعتقد أن ما ورد في تسريبات خطة المبعوث الأممي يمكن أن تحمل حلا للأزمة في البلد؟ أعتقد أن الخطة يعني فيها الشيء الكثير إيجابي، و يعني أعتقد أنها إن شاء الله يعني تكون يعني مدخل للسلام في بلدنا. نعم، أشكرك سيد فهد الشرفي. يمكن أن أسمي هذه خطة، هذه كأنه كتبها حسن زيد أو كتبها عبد السلام فريتا وفصلها تفصيل وفق رغبة. أعتقد أنها بعيدة كل البعد عن ما كانت قد وصلت إليه المباحثات في الكويت خلال شهرين من العمل الدؤوب الذي أشرفت عليه مجموعة 18 وبرعاية كبيرة من المجتمع الدولي، وكان هناك فهما عميقا للقضية اليمنية بتفاصيلها. ولا أعتقد أن ولد الشيخ قد ربما يجازف ويخرج مثل هذه الخطة المثيرة للاستغراب وللدهشة، لأنها بعيدة كل البعد عن كل قواعد المنطق وعن ما تم الوصول إليه من نقطة التزم ولد الشيخ أن يتم اعتبارها أرضية للانطلاق. يعني هذه مخالفة. نعم سيد فهد. نعم. إذن يعني يبدو تباين كبير في موقفكما من هذه التسريبات أو هذه الخطة المسربة. أشكركما ضيفي الكريمين وأدعوكما لمتابعة والمشاهدين الكرام متابعة هذا التقرير الذي يلخص أبرز ما جاء في هذه في تسريبات ما سمي بخطة ولد الشيخ وردود الأفعال حولها. نتابع التقرير ومن ثم نعود للبدء بالنقاش. إزاحة رئيس الجمهورية الشرعي عبد ربه منصور هادي من المشهد السياسي ونقل صلاحيته الكاملة لنائب جديد تتوافق عليه جميع الأطراف خلال 30 يوما. إزاحة نائب رئيس الجمهورية اللواء علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة بن دغر والتوافق على نائب رئيس ورئيس حكومة آخرين. تعيين رئيس الوزراء الجديد لأعضاء حكومته بحسب المحاصصة بين الأطراف. الانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى طرف ثالث. انسحاب قوات الحوثيين وصالح من الحدود السعودية على بعد 30 كيلومتر. تقوم الحكومة الجديدة بتعديلات على مسودة الدستور وخارطة الطريق الانتخابية وتطوير نظام العدالة الانتقالية. تنص الخطة على إكمال المرحلة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات خلال عام. أما في إطار ردود الفعل فقد أعلن وفد الانقلابيين تسلم الخطة رسميا من ولد الشيخ، وقال إنه سيدرسها ويقدم ملاحظاته لاحقا. أما الحكومة فقد أعلن رئيس الوزراء بن دغر نفي استلام الحكومة اليمنية أي خطة من قبل الأمم المتحدة، رغم أن ولد الشيخ أعلن أن مندوبه سلم نسخة من الخطة للحكومة في الرياض. على الصعيد الدولي فقد أعلنت دولة الإمارات عبر وزير دولتها أنور قرقاش دعمها لهذه الخطة،
أما المملكة السعودية فلم يصدر منها حتى الآن أي موقف تجاه الخطة. أما على الصعيد المحلي فقد أعلنت العديد من المناطق العسكرية ومجالس المقاومة في مختلف المناطق رفضها لأي تسوية سياسية لا تتفق مع المرجعيات الثلاث المتمثلة بالقرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. نعم إذن أعزائي المشاهدين، طلعنا على أبرز ما جاء من بنود الخطة المسربة لولد الشيخ. وأعود إليك من جديد سيد ناصر باقزقوز، هل نستطيع أن نفهم من إجابتك الأولى على السؤال بأن هناك موافقة كلية من قبلكم لهذه الخطة؟ وقبلها هل تؤكد بأن ما تم تسريبه هي الخطة المسلمة لكم من قبل ولد الشيخ؟ أولا هي مجرد يعني أفكار فيها شيء إيجابي، وهناك أشياء يعني تحتاج للنقاش وتوافق فيها. نحن لا نقول إنها هذه الورقة يعني لم نناقشها، هذه الأفكار اللي أتت في هذه المبادرة قد تم مناقشتها في الكويت، وهذه جزء منها أفكارنا. لكن في أشياء كبيرة في المبادرة أيضا لم نتطرق لها، ولهذا هي مجرد أفكار موضوعة على الطاولة سيتم النقاش فيها. ليست لنا موافقة كاملة على هذه الورقة، لكن نعتقد أنها إيجابية وفيها شيء إيجابي، ليست كلها سلبية. إذن أنت تؤكد الآن أن ما تم تسريبه في وسائل الإعلام هو فعلا تفاصيل ما جاء في هذه الخطة أو الخطة التي سلمت لكم من قبل المبعوث الأممي؟ عندما قام ولد الشيخ بتسليمنا لهذه الخطة في صنعاء، أيضا قال لنا أنه في نفس هذا الوقت هناك فريق في السعودية يسلم نفس هذه الخطة إلى وفد الحكومة. نعم. ولهذا نحن نستغرب، أما أن يكون ولد الشيخ كان يكذب علينا، أما أن الحكومة أو ما تسمي نفسها الشرعية يعني تكذب أنها لم تستلم أي ورقة. نعم، أنا لم أسألك عن يعني موقف الطرف الآخر، أسأل عن موقفكم أنتم. يعني أولا تأكيدك بأن ما تم تسريبه هي فعلا الخطة التي سلمت لكم، ثم ما هي مآخذك التي تحدثت عنها بشأن هذه الخطة أو مآخذكم يعني كطرف؟ طبعا الخطة أنا أقول فيها يعني حل يرضي كل الأطراف. عندما نقول أن هناك حكومة تتكون من كل الطيف اليمني، عندما نقول لجنة عسكرية تتكون من كل الطيف اليمني، عندما نقول نائب رئيس يعني تنقل إليه صلاحيات هذه نتوافق عليه، هذا أعتقد أنه حل عادل. نعم. طيب أتحول إليك، هذا هو جوهر الخطة التي نتكلم عنها. إذن أنت تؤكد بأن البنود التي تم استعراضها قبل قليل هي تفاصيل ما جاء في الخطة المسلمة لكم؟ أنا لا أدري بالنسبة للتسريبات اللي في الإعلام ولم أطلع عليها، لكن نحن لدينا خطة وجوهرها ما ذكرته الآن. نعم، جيد. إذن أستاذ فهد الشرفي، يعني بالتحول إليك، على ما يبدو بأن طرف الانقلاب في صنعاء مرحب بالخطة أو ما تم تسريبه يعني، وما اعتبر خطة المبعوث الأممي. برأيك هل تعتقد بأن هذه الخطة المسلمة لهم تعد مكافأة لهم على انقلابهم على الدولة؟ أنا أعتقد أنه مزعوم هذه الخطة فيها انقلاب كامل على كل المرجعيات، العالم كله وكل الأطراف والأمم المتحدة، وحتى في ثنايا مزعوم هذه الخطة المسربة يقول أنها استنادا لهذه المرجعيات، بينما هي انقلابا كاملا على كل هذه المرجعيات. ونحن نعتبر أن كل هذه الأفكار التي يتقدم بها ولد الشيخ وحتى عندما كان في الكويت، نحن نعتقد أن الأمم المتحدة ذاتها لديها قصور كبير، أو أنها لا تريد أن تفهم عمق المشكلة اليمنية. نحن لدينا دولة مختطفة،
الحوثيون أتوا وأسقطوا الدولة ونهبوا الاقتصاد وسيطروا على المؤسسة العسكرية وذهبوا بالجحافل والجيش الطائفي إلى كل المحافظات ليقتلون الناس ويحرقون المدن. نحن ليس لدينا مشكلة أن هناك مجموعة سياسية يعني أخذت الحكم من مجموعة سياسية أخرى، والله البلد الأمور فيه ماشية على أحسن حال. لا، الموضوع أكبر من هذا. هناك مجاعة، الناس تموت، الناس ماتت في اليمن، البلد احترقت، وهؤلاء يسطحون هذه القضايا وكأن القضية فقط أننا كل هذا الحرب خضناها من أجل أن يكون فلان نائبا للرئيس أو أن لا يكون فلان نائب الرئيس. هناك سقوط، أسقط النظام الجمهوري في وضح النهار. عبد الملك الحوثي ذهب بهذه، يعني أرسل هذه الجحافل الطائفية وتم إسقاط المناطق اليمنية مديرية بعد مديرية، لا وجود لمؤسسات الدولة، لا وجود للرأي الآخر، لا وجود لأي وسائل إعلام، لا وجود. اليوم هناك الآلاف في المعتقلات، هناك شريعة الغاب التي تحكم في صنعاء وتحكم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، ثم يأتوا هؤلاء ليقولوا لنا أنه والله نحن نطالب بأن يكون هناك حكومة من كل الأطياف. ألم نكن في اليمن نحكم بحكومة توافق وطني ربما منذ التسعينات، وشارك الاشتراكي وشارك هؤلاء الذين هم في حزب الحق واتحاد القوى الشعبية ممثلين، حتى حسين الحوثي وأخوانه كانوا أعضاء في البرلمان اليمني. أين كانوا هؤلاء الذين يقولون أنهم الآن بعد كلها؟ هل هذه الحرب كلها، هل دمار اليمن، هل أنهار الدماء كانت من أجل أن يوصلوا إلى أن يكون منهم نائب رئيس جمهورية؟ هل يظنون أن الشعب اليمني سيخضع لمثل هذه الأفكار التي سماها ناصر باقزقوج أفكار، وهي أفكار مرفوضة تتعارض مع تطلعات الشعب اليمني الذي يريد أن يستعيد الكرامة؟ اليوم حتى وإن تم من المجتمع الدولي أي احتيال أو التفاف على شرعية الرئيس هادي التي نتمسك بها اليوم ولا يمكن أن نتخلى عنها لأنها آخر بصيص أمل لنا في استعادة دولتنا، إن تم التآمر على هذه الشرعية فهل يظن الحوثيون أن اليمن كلها ستخضع؟ هل ستخضع مارب؟ هل سيخضع الجنوب؟ هل ستخضع تعز؟ هل ستخضع حتى صعدة؟ حتى صعدة لن تخضع، سيكون هناك تعدد شرعيات، شرعيات مقاومة وشرعيات أمراء حرب، وستأتي جماعات جهادية ترفع راية نصرة المظلومين، وسيسقط اليمن في أتون حرب لا تنتهي، وستكون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هم المسؤولين عن ما وصلت إليه الأوضاع. اليوم لدينا شرعية لا زالت مسيطرة على الوضع من أن يصل إلى 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 هذا السيناريو الذي لا نريد أن نصل إليه. طيب أستاذ فهد، يعني كيف تفسر وقوف المجتمع الدولي إذا ما افترضنا بصحة هذه الخطة، وقوفهم مع من قادوا الانقلاب وإزاحتهم للرئيس الشرعي ونائبه والحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، في مقابل يعني تعزيز حضور الانقلابيين والذين صدرت بحقهم قرارات دولية بأنهم معرقلين للتسوية السياسية، كيف تفهمها كموقف أممي يعني كموقف دولي؟ أولاً أنا لا أسمي هذا موقفاً دولياً، وأنا لا زلت أعتبر وكل الناس يعتبرون ويبنون انطباعاتهم على المواقف الرسمية للمجتمع الدولي. المجتمع الدولي لا زال متمسكاً بالشرعية ومتمسكاً بالمرجعيات، وليس هناك أي موقف رسمياً من هذا القبيل وهذه الأفكار. وإن أتت نحن نقول أنه المجتمع الدولي لا يقوم بواجبه في 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 إسناد الموقف، موقف رائع وجميل، وموقف السفراء وحتى موقف مجموعة 18 في الكويت. هناك اختراقات، هناك أيضا عدم جدية في التعامل مع المأساة اليمنية. نحن نقول حتى الأمريكان ربما أو الأوروبيين يتعاملون مع اليمن كملف أمني، أنه والله الحوثيين هؤلاء لديهم جحافل، وعلي عبد الله صالح عنده تجربة كبيرة في مكافحة الإرهاب، وممكن نستعين بهؤلاء يعني يدمروا لنا المساجد، يدمروا المدارس السنية، وأنه هؤلاء ربما يكونوا قد فعلوا أو أنجزوا أكثر المهمة. وأنا أقول هناك تواطؤ، التواطؤ كان قبل حتى سقوط صنعاء، والأمور كانت واضحة. ولو كان المجتمع الدولي حريصا على ألا تصل الأمور إلى ما وصلت إليه لمنع هذا. ألم تكن التسوية السياسية برعاية أممية؟ ألم يكن جمال بن عمر موجود في ينام عند عبد الملك الحوثي عندما أسقط الصنعاء؟ كل هذه، ولذلك نحن نعرف أن هناك تواطؤا دوليا، لكننا نبني على المواقف الرسمية ونقول للمجتمع الدولي ليس الشعب اليمني يعني من سيقبل بهذا. وقد أسقط الصنعاء وأسقطت كل مؤسسات الدولة وخرج الرئيس شريدا طريدا ولم تسلم اليمن، كان هناك حالة انكسار فعلا، انكسرت نفسية المواطن اليمني بفعل البطش وبفعل ما حصل، لكنه اليوم يستعيد ثقته بنفسه، اليوم ينطلق المقاومة، اليوم هناك مشاعر لثورة قادمة.
طيب استاذ فهدي، يعني من جديد استاذ ناصر باقزقوز، تحدثت عن ترحيب مبدئي من قبلكم بهذه الافكار كما سميتها، ولكن لم تحدثنا عن مآخذكم او ملاحظاتكم. هل انتم فعلا موافقون جملة وتفصيلا لكل ما ورد فيها، ام ان هناك ملاحظات على بنود بعينها؟ نعم استاذ ناصر، أستاذ ناصر هل تسمعني؟ أستاذ ناصر باقزقوز؟ نعم، إذن أستاذ ناصر هل تسمعني؟ إذن إلى أن تحل مشكلة الصوت من صنعاء، من جديد إليك أستاذ فهد الشرفي، كيف تقيم أيضا المواقف وردود الأفعال بشأن هذه الأفكار أو هذه التسريبات التي طرحت، يعني ترقب ومواقف غير واضحة للحكومة، للسعودية، للأطراف المعنية بهذه التسريبات والمتضررة منها تحديدا؟ أنا هنا أستمعني بأن يعني ربما للحكومة تحفظاتها، وربما أنه فعلا لم تصل هذه الخطة وهذه الأفكار، وقد يكون الذين نقلوها إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى المواقع الإلكترونية أضافوا أو عدلوا عليها أو أخرجوها إخراجا آخر. لكن أيضا هناك اليوم أصبح حتى المواطن، أصبح المراقب، أصبح المهتم، حتى المقاومة الذي في الميدان، أصبح الناس جميعا يتعاطون مع هذه الأشياء. كل من له علاقة بالقضية اليمنية ويدفع الثمن اليوم هو يهتم بهذا، وأصبح لديه فهم كبير. هذه القضية، هذه الأفكار غير قابلة للتنفيذ، هي انقلاب على كل المرجعيات، هي هدية للحوثيين، ولا إن كانت قد صدرت من ولد الشيخ فأعتقد أنه كان بإمكانه أن يقول أن عليكم أن تعودوا وأن تسلموا أنفسكم وأن تستفيدوا من العفو الذي أطلقه صالح الصماد، هذا الرجل الذي لا يملك. نعم، طيب أتمنى أن يكون قد حلت المشكلة من صنعاء مع ضيفنا الأستاذ ناصر باقزقوز. أستاذ ناصر، أستاذ ناصر هل تسمعني؟ إذن إلى أن تحل مشكلة الصوت بالنسبة للضيفين نذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستئناف في النقاش، ابقوا معنا. عودة إليكم مشاهدينا الكرام، وعودة إليك ضيفنا من صنعاء الأستاذ ناصر باقزقوز. كنت أسألك قبل الفاصل حول أبرز وأهم المآخذ والملاحظات لكم على هذه الخطة، أم أنكم توافقون عليها جملة وتفصيلا؟ أولا لم أستمع لما قاله هو الضيف من الرياض، لكن نحن لا نوافق على الورقة كلها. أنا قلت فيها أشياء، فيها أشياء إيجابية ممكن أن تكون مدخل للحل وإعادة السلام إلى بلدنا. نعم، معظم هذه أفكار هذه الورقة هي تمت مناقشتها في مفاوضات الكويت. أيضا الورقة جاءت أولا مرت على الرباعية التي اجتمعت في السعودية، السعودية اجتمعت هي والأمارات وبريطانيا والأمريكان، وأخرجوها أولا على شكل أنها مبادرة من كيري، ونحن رفضنا أي مبادرة من كيري. كيري مثل دولة تعتدي على بلدنا، ولهذا رفضنا. لابد أن تأتي أي مبادرات عبر الأمم المتحدة. هذه الورقة التي جاء بها ولد الشيخ جاءت من السعودية. نعم، ولا أدري لماذا يعني الطرف الآخر اللي هو يسمى نفسه الشرعية، وين نقاط الخلاف لكي يستفيد المشاهد؟ لابد أن نناقش هذه لا نسبها جملة وتفصيلا. أعتقد أنه يعني شيء يعني ليس صحيح، لكن فيها أشياء إيجابية.
نعم، يعني أشرت حضرتك أشرت إلى الجوانب الإيجابية أكثر من مرة، لكنك لم تشير إلى المآخذ والجوانب السلبية في هذه الخطة من وجهة نظركم. طبعاً أشياء كثيرة سلبية، من ضمنها أن تأتي الأمم المتحدة وتقول يعني انسحبوا من حدود بلدكم لكي يدخلها العدوان السعودي. هذا شيء مستحيل. عندما يتكلموا على تعز أو الحديدة، لماذا ينسون ما يحصل في الجنوب؟ ماذا يفعل الإماراتي في الجنوب؟ ماذا يفعل السعودي في الجنوب؟ نعم، أشياء كثيرة سلبية. نعم، إذا أنتم توافقون فقط على نتفق أولا على الخطوط العامة. نعم، إذا أنتم تتفقون بشأن التغييرات في قمة مؤسسة الدولة وتختلفون بشأن الانسحابات، إذا لن تنفذوا أي انسحابات بالنسبة للحدود وللمدن التي أشير إليها في الخطة. لماذا يطلبوا مننا الانسحابات ولا يطلبوا من الإمارات الانسحاب؟ لماذا لا يطلبوا من السعودية الانسحاب؟ نعم، إذا لن تنسحبوا. نحن في بلدنا ننسحب لماذا؟ نعم، أنتم موافقون إذا فقط على إزاحة الرئيس هادي ونائبه ورئيس الحكومة، إنما انسحابات لن تنسحبوا، هل أفهم هذا من كلامك؟ هناك يعني ترتيبات أمنية ممكن يشترك فيها الجميع. لا يمكن أنت أن تقول انسحب من صنعاء ويعلم المجتمع الدولي أن هناك جبهة في نهم وجبهة في صرواح وجبهة في الضالع، كل الجبهات تحيط بصنعاء. نحن نتكلم على البدء بتفكيك الجبهات من مأرب، من صرواح، من نهم، بعد ذلك ممكن نتكلم على صنعاء. أما في صنعاء ممكن أن تكون هناك ترتيبات أمنية فقط. نعم، يعني أنا أسألك سؤال واضح، أرجو أن تكون إجابتك أكثر دقة ووضوح. أنتم تتحفظون على النقطة المتعلقة بالانسحاب من المدن الثلاثة التي مذكورة في الخطة، صنعاء، الحديدة، تعز كمرحلة أولى. لماذا نحن موجودين هذه بلدنا ننسحب لماذا من صنعاء؟ نعم، لماذا ننسحب من الحديدة؟ وين نروح؟ نروح الرياض. نعم، هذا أيضا سؤال، إلى أين تنسحب؟ كنت سأسألك هذا السؤال. ومن يأتي؟ قوات سعودية تأتي بدلنا. ألم تناقشوا هذه النقطة مع ولد الشيخ؟ إلى أين تنسحب؟ ناقشناها مع ولد الشيخ، هناك ستشكل لجنة الأمنية. ممكن يكون هناك وزير الداخلية مسؤول على قوات النجدة، قوات الأمن المركزي، يشتوا تفكيك الوحدات العسكرية. ممكن يعني لابد تنتهي جبهة نهم، لابد تنتهي جبهة مأرب، لابد تنتهي الجبهات، لابد تتوقف الحرب. لماذا مركزين على صنعاء؟ نحن نقول تأتي الحكومة، يأتي النجدة العسكرية، ليس مننا فقط، مننا ومنهم. هي نعم سيد ناصر، صنعاء لأنها عاصمة البلاد التي تم الانقلاب عليها والسيطرة عليها بقوة السلاح، ألا تعرف هذه المعلومة؟ ولذلك وافقنا أنه تكون لجنة عسكرية من كل الأطراف، هي تكون المسؤولة الأولى عن الانسحابات، عن تسليم السلاح، عن كل شيء. نعم، هذه اللجنة الأمنية من أي طرف؟ الله سلم سلاح ويترك القاعدة بسلاحها ويترك الدواعش بسلاحهم. نعم، من أي طرف هذه اللجنة الأمنية؟ اللجنة الأمنية واللجنة العسكرية بتتكون من طرف من يسمون أنفسهم الشرعية ومننا وأيضا من بعض الدول العربية، هي مسؤولة عن الوحدات العسكرية. نعم، ليش مزعل أصحابنا في الرياض على هذا الموضوع؟ أيضا النائب الرئيس لابد يكون متوافق عليه، ليس مننا ومنهم. مش الضيف يقول نحن نشتي نائب رئيس، من قال نحن نشتي نائب رئيس؟ لكن هذه طرف الحرب لا يمكن نقبله. والآن هذه الورقة جاءت من المجتمع الدولي تقول له روح خلاص باي باي يا هادي. نعم، لا يكذبوا على الناس ولا شيء، هم زعلان على هادي فقط. نحن نشتي نوقف الحرب. نعم أستاذ فهد، أتمنى أن تكون قد استمعت إلى ضيفنا من صنعاء. يعني هم كما فهمت من كلامهم مرحبين بالنقاط المتعلقة بالتغييرات في أعلى يعني مؤسسة الرئاسة في البلد والحكومة، بينما لديهم تحفظ كما يبدو على مسألة الانسحابات، إلى أين ينسحبوا ولمن ينسحبوا.
أيضا كنت سأسألك أنا يعني مسألة الانسحاب من 3 محافظات بينما الانقلابيين يسيطرون على يعني أكثر من محافظة، صعدة، حقة، المحويت، أب وغيرها من هذه من المحافظات، لماذا لا ينسحبون منها؟ والسؤال أيضا إلى أين سينسحبوا من المحافظة التي ذكرت في الخطة إذا ما أخذنا باعتبار صحة ما ورد فيها؟ الحقيقة أنا لم أنقطع الاتصال ولم أسمع إلا ربما جملتين من كلام ناصر باقزقوز المستفز، هذا الكلام الذي لا يقبل به أي يمني حر. إذا كان ناصر باقزقوز قد باع حريته وباع كرامته وباع أبناء حضرموت وأصبح ذنب لعبد الملك الحوثي فأن أبناء اليمن لم يكونوا أذنابا للحوثي، من هو الحوثي لكي يقرر علينا من يرأسنا أو يقول هذا الرئيس؟ أرجو لا تشخص الموضوع سيد فهد. الحوثي قاد الجحافل، الحوثي قاد الجحافل الإنقلابية وانطلق من صعدة حتى وصل إلى صنعاء وأسقط رئيسا منتخبا لديه 7 مليون صوت، هذا الذي يتحدث عنه ناصر باقزقوز وكأنه زميله في الخيانة، هذه هو رئيس الجمهورية رغم ما كان منه من أخطاء. نحن نقول أننا نتمسك بالرئيس لأنه آخر بصيص لنا في النظام الجمهوري في الدولة اليمنية، يعود هو إلى صنعاء وتنسحب هذه ويعود هؤلاء كلا إلى بيته وتعود القوات العسكرية إلى ثكناتها. اليوم القوات المسلحة محتلة، القوات المسلحة محتلة والمعسكرات محتلة، ما هي شرعية وجود الحوثيين داخل المعسكرات؟ يحدثني ناصر باقزقوز، ما هي شرعية الحوثيين أن يكونوا أعضاء في اللجنة العسكرية؟ هل تريد أن أوافق أنا أن يكون الذي فجر بيتي والذي قتل إخوتي والذي دمر بلدي يوسف المداني عضوا في لجنة عسكرية؟ من أي كلية عسكرية تخرج؟ ووفق أي نظام؟ ووفق أي دستور يكون القتلة والمجرمين وقادة عصابات التحشيش والمخدرات يصبحون أعضاء في لجنة عسكرية؟ ما هي صفة هؤلاء؟ هؤلاء انقلابيين مجرمين إرهابيين، وجماعة الحوثي جماعة عنصرية سلالية إرهابية تتعارض مع فكرة الدولة، تتعارض مع كل مقدس في حياة الشعب اليمني، رغم أن كل من يريد أن يغير من هذه الحقائق والمعركة معركة مقدسة وشريفة في مهم وفي كل مناطق اليمن. وسيرون أيضا جبهات جديدة ورجال جدد ودماء جديدة تناهضهم. اليوم هم يجوعون الناس، هم يقتلون الناس بالإرهاب، هم يقتادون الناس إلى السجون، هم يخوفون الناس بالسلاح، هم يرهبون الناس، يرهبون حتى قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام الذين ضحكوا عليهم بالشراكة. لا وجود لشراكة مع الكهنوت، لا وجود لشراكة مع الطاغوت. طيب إذن جيد، يعني تحدثت عن أفكار كثيرة ربما أبرزها تساؤلك حول ما هي شرعية وجود هذه الجماعة الميليشاوية في الجيش وفي المعسكرات في البلد، وهذا السؤال أنقله كما هو إلى سيد ناصر باقزقوز. أنت تتساءل إلى أين ننتقل وإلى أين ننسحب، والسؤال الأبرز هو ما الذي جلبكم إلى هذه المعسكرات وما هي الشرعية التي أوجدتكم في صنعاء وفي تعز وفي الحديدة؟ يعني ما هي شرعية وجودكم هنا؟ اولا لابد اؤكد على حاجه واحده، لجنات بلقيس تحترم الضيوف، لا اريد كنت حتى العوده او الكلام مع قناتكم، لكن اعرف انه هناك كثير من ابناء الشعب اليمني يريدوا يعرفوا على ماذا نتناقش وعلى ماذا نتكلم. لا ارفض اي كلام شخصي، لا نعم أريد ونحن طرحنا هذه الملاحظة سيد ناصر، غير مقبول منك ولا من الضيف الآخر إساءة الشخصية. لا أريد تفضل. نحول هذه اللي قاعد تشتون احنا نحول اللي قاعد شتايم بل تشاتم. نحن طرحنا ملاحظة لضيفنا، لا زلنا محترمين إلى الآن. نحن اتفقنا على أنه يكون النقاش على الورقة. لا تتحدث عن الرئيس هادي إلا باحترام من أجل أن أحترمك. لا بس أستاذ فهد، اترك المجال للإجابة الآن وسأعطيك فرصة للرد. تفضل استاذ ناصر. ما قلت شيء انا على الرئيس هذا، انا يعني شيء زعل، انا اتكلم في السياسه. نعم. نحن اقولها اعلنها الان، لابد يرحل هادي. لا هو طرف في الحرب، مش انا اللي اقول هذا الكلام، ولد الشيخ اللي يقول هذا الكلام. طيب وانتم الستم طرف في الحرب؟ هذه فكره ولد الشيخ ليست فكرتي حتى. انتم الستم طرف في الحرب؟ لا. أما نحن، نعم سيد ناصر، ليرحل هادي لأنه طرف في الحرب، ماذا بشأنكم؟ ليش نحن أبناء هادي طرف في الحرب؟ هادي من قاد العدوان ضد بلدنا. هادي السعودية تقول أنه لا تطلع طائرة إلا بتوجيهات هادي. الآن يقصف نحن السعودي ويقصف نحن الأماراتي، الآن يجوع الشعب اليمني بتوجيهات من
طيب نعود للسؤال، يعني ما هي شرعية وجودكم في المعسكرات؟ ورقة سلمت لنا. طيب جيد أستاذ ناصر، نحن في بلدنا، ما هي شرعية وجودكم في المعسكرات سيد ناصر؟ ما هي شرعية وجود يعني ولد الشامي والمداني في المعسكرات، معسكرات الدولة وجياب العتيبي وجياب يقصد بلدنا؟ هؤلاء اللي تتكلمين عنهم هم أبناء اليمن، أبناء المؤسسة العسكرية. ما كيف وصلوا إلى هذه المؤسسة؟ هم من جالسين سنة ونص يدافعوا على البلد. ما هي معايير وصولهم إلى هذه المعسكرات؟ كيف وصلوا إليها؟ كيف إيش معايير؟ هؤلاء هم من يدافع عن البلد الآن، هم جزء من المؤسسة العسكرية. نعم نعم سيد فهد، ايش جاب قائد القوات الى ايش جالس يسوي الاماراتي داخل حضرموت؟ طيب ايش يسوون ابو همام وغيره داخل حضرموت وعدن؟ الاماراتيين ايش يسوون؟ من اللي يجيبهم؟ يعني طيب. نناقش هذه الورقه باحترام، يعني نتبادل الاتهامات فقط. لا سيد ناصر، يعني بطبيعه الحال لابد انك إيش تعرف اللي يعني ايش اللي نختلف عليه، ايش نتوافق عليه؟ نعم نعم سيد ناصر، لابد انك تعرف ان عندما نتحدث عن هادي وعن الحكومه فنحن نتحدث عن الطرف الشرعي الذي معترف به دوليا، وعندما نتحدث عن الحوثي صالح نحن نتحدث عن انقلابيين معترف ايضا دوليا بانهم جماعه ميليشاويه انقلبت على الدوله وصدرت بحقهم قرارات دوليه، ومجلس النواب شرعي والمجلس السياسي شرعي. نعم طيب سيد ناصر، لنمضي بالنقاش الى الامام قليلا. الملايين اللي تخرج الى الشارع مش شرعيه هذه؟ والمقاومه نعم ايضا شرعيه، والجيش الوطني الذي يقاتل في الجبهات هو شرعي. على اي حال يعني بالنسبه للشخصيه التي تم ذكرها فيها المقاومه اللي تكسر القباب في تعز. نعم بالنسبه للشخصيه التي ذكرت او اشير اليها في الخطه، هل لديكم تصور حول اسم هذه الشخصيه؟ ليس لدينا أي تصور، كل شيء في هذه الخطة سيكون بالتوافق، لا نفرض رأينا على حد، نحن نتناقش ونتوافق. حتى هادي كان رئيس توافقي، لماذا نحن الآن نتوافق على كل شيء؟ لا نقول للحكومة مننا فقط، لا نقول الرئيس مننا، لا نقول النائب مننا. نعم طيب أستاذ فهد الشرفي، يعني يبدو أننا ندور في نفس الدوامة، يعني قبل أن نمضي في أي مبادرة أو خطوات عملية باتجاه هذه المبادرة، يبدو أن نفس الأسطوانة تدور، الأسطوانة التي سمعناها في الكويت وفي كل المراحل التفاوضية في السابق. برأيك إلى أين سوف يمضي اليمنيون في ظل تعنت هذا الطرف بهذا الشكل؟ أولاً عندما نتحدث عن ما حصل في اليمن يجب أن نعيد الأمور إلى جذورها. نعم. الحوثيين بدأوا حرب ضد المجتمع اليمني وضد الجيش اليمني وضد المواطنين اليمنيين من يونيو 2004 ومما قبلها من جبال صعدة، قبل أن تأتي السعودية، قبل أن يأتي عسيري، وقبل أن وربما يعني قبل كل هذا وقتلوا اليمنيين وهجروا. وإذا كان هناك من خطأ كارثي وفادح اقترفه الرئيس هادي فهو التعامل المرن مع هذه الجماعة الإرهابية وقبوله لها هو الأحزاب السياسية أن تدخل إلى موفنبيك، وهي جماعة إرهابية كانت تقتل أبناء صعدة وتسليمها ملف صعدة لتراهن وتبيع وتشتري بدماء الناس. هذه هي الكارثة التي اقترفها الرئيس، واكتشف الخطأ ربما لاحقا، ونحن اليوم معه لأنه قد اكتشف هذا الخطأ وقد التزم بأن يواجهه حتى النهاية. وإذا خرج عن هذه الثوابت فلن نكون معه، لن نكون معه ولن يكون الشعب اليمني معه إلا إذا واجه هذه الجماعة، لأننا نحن لا نطلب الحرب. هذه هي الجماعة التي شعارها الموت، وهي التي خاضت الحروب، وهي التي أتت من جبال مران، وهي التي هجرت أبناء مران بداية، ثم صعدة، ثم عمران، ثم صنعاء، ثم ذهبت إلى عدن. هذا الذي يقول أنها جزء من المؤسسة العسكرية، أنا أقول له من أين هم؟ هؤلاء جزء من مؤسسة الحرس الثوري الإيراني، أنا أعترف بهذا. هؤلاء جزء من مؤسسة الحرس الثوري الإيراني التي صنعها الحرس الثوري الإيراني في اليمن لتكون يده الطولى في استهداف الأمن القومي العربي، في استهداف المملكة العربية السعودية، في استهداف الحرمين الشريفين. والصاروخ الذي انطلق أمس قد نسف كل أحلام عبد الملك الحوثي وكل
أذناب عبد الملك الحوثي وكل أجراء عبد الملك الحوثي الذين ينبحون في القنوات. لن يقبل المسلمين بعد اليوم إلا أن تكون بلاد الحرمين آمنة وأن تكون اليمن آمنة، ولن تكون اليمن معسكرا لإيران فلتطول الحرب. أما عندما يتحدث عن المجاعة ويتحدث الحرب، هي ناصر باقزبوج الذي تسبب بالمجاعة، هم السرق اللصوص الذين أنت تنفذ أوامرهم، قادة جماعة الحوثي الذين نهبوا تهامة، الذين ينهبوا ميناء الحديدة، الذين يشترون اليوم عقاراتهم إلى الأمس لا يستطيعون أن يشترون البردبان، واليوم يتطاولون في البنيان لديهم عمائر بمئات الملايين. طيب أستاذ فهد، أنتم نعم هذه المعلومات الكلام هذا خلنا نناقش المبادرة. نعم سيد فهد، إلا هذه القضية لقاتلنا من أجلها. أنتم سرقتم 6 مليار دولار. شو يعني من هذا الخطاب يا أخي؟ طيب أستاذ فهد، من أجل أموالنا التي سرقتموها بغض طيب الآن، ومع ذلك ومع هذا كله تقدم التنازلات لهذه الجماعة التي ذكرتها. على المبادرة. نعم. إيش قدمت التنازلات لهذه الجماعة وهي ونفذت لهم الشروط التي طالما طلبوا بها في مرحلة سابقة، يعني كيف تفسر ذلك ولماذا لا نرى ردود أفعال حقيقية تجاه هذه الخطة؟ أي مبادرة يقول نتناقش عن المبادرة؟ أي مبادرة هذه الذي فصلها على 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 مزاجه ويقول هذه مبادرة؟ هذه مرفوضة يا أخي، مرفوضة. من هو الذي فصلها على مزاجه؟ المجتمع الدولي لدينا قرارات دولية 2016، هذا القرار فيه نصوص أنكم تعودوا إلى الكهوف وتسلموا كل شيء حتى المسدسات وتعود الحكومة نفسها. واللي جاب المبادرة مش المجتمع الدولي؟ نعم. من اللي جاب المبادرة يا أخي؟ طيب أستاذ فهد، المبادرة أيضا ذكرت فيها الرباعية. أستاذ فهد شرفي، المبادرة ذكرت فيها الرباعية ودول مجلس التعاون الخليجي كجزء أصيل من هذه منها، يعني كأن كمباركة منها على هذه الخطة. كيف يمكن أن نفسرها بإضافة إلى تصريحات الإمارات بشأن تزكية هذه الخطة؟ كيف نفهم ذلك؟ لا أفهم. لا أنا الذي أستطيع أن أقوله أن هذه الخطة التي هي مثيرة للسخرية، والله أن حتى أنكم تفردوا ليلة أو برنامج في قناتكم لنقاش هذه الورقة أنه عبث، مسألة عبث. فليكن من كان فليباركها مبارك. هذه الخطة لو كانت قابلة للتطبيق وقابلة لأن تكون حل، نحن نبحث عن بصيص حل. لكن أن الحوثيين والله يجلسوا بالأطقم محتلين صنعاء وبعدين يقولوا والله جيبوا لنا ناس منكم شركاء يجوا عندنا، يعني ولو زعلوا أبو علي الحاكم يشلهم وينزل يحبسهم في صعدة. هذا الأمر مضى ولن يتكرر ولن يعود ولم يبقى ولم اليوم ليس هناك حتى جندي واحد في الجيش الوطني، جندي واحد مستعد أن يعيش يوما في كيلو متر مربع للحوثيين في السلطة. وليكن هذا الأمر واضحا، ولو لم يبقى لنا إلا محافظة واحدة، نحن نرتضي أن نعيش في محافظة واحدة حرة كريمة فيها جمهورية وفيها قانون وفيها عدالة وفيها حرية ومرفوعين الرأس، ولا يحكمها الإيرانيين ولا تحكمها هذه السلالة، ولنبني أنفسنا داخل هذه المحافظة. نعم. ونناضل وإن شاء الله نبقى 100 عام نناضل من أجل هذا، من أجل الكرامة. الكرامة لا تباع من أجل ورقة ولو أتت 100 أوراق. هذه الورقة مرفوضة لأنها أصلاً تتعارض مع المنطق، ليست قابلة للتنفيذ بالأساس. نعم، لكن موقفاً واضحاً من الحكومة أو من الرئاسة بشأنها لم يظهر، يعني سوى أنهم لم يستلموا هذه الخطة. أتحول إليك أستاذ ناصر باقزبوج، يعني هذه الخطة أو الأفكار التي طرحت والتي جاءت من قبل المبعوث الأممي تنسيق مع الرباعية في لندن وأيضا دول مجلس التعاون الخليجي كما ورد في هذه الخطة، كيف تفسر أنت وقوف هذه الأطراف التي تتعاملوا أنتم معها كعدو، وقوفها الصريح معكم، يعني كيف خاصة أمريكا، يعني وهي تقريبا طبق الأصل لمبادرة كيري السابقة التي رفضت من قبل؟ أنا استغرب من طرحش أن أمريكا واقفة معنا أو أن هذه الـ 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 الأطراف هي تقف معنا. نعم. نحن على الأقل الآن نتكلم بشكل عقلاني، نحن نقول هذه الورقة التي قدمت فيها أشياء إيجابية وفيها أشياء سلبية، ممكن تجتمع الأفكار، أما نصفها يعني هذه الورقة لا تعنينا، هذه يعني الورقة ليس لها، نحن نعم أنت يعني كررت هذه العبارة كثيرا، نريد اليمنيين يلتموا، نريد الناس تعود إلى بلدها، ها؟
نعم، أنت كررت العبارة كثيرا، مسألة أن فيها أشياء إيجابية وأنكم تباركوا هذه الأشياء الإيجابية. سؤالي حول تفسيرك وتفسيركم أنتم كطرف لدعم أمريكا التي تبنت هذه الخطة كجزء من الرباعية، والسعودية ودول الخليج التي تتعاملون معها كعدوان، وقوفهم معكم في هذه الخطة إذا صحت طبعا. أمريكا لا تقف معنا، تقف معكم وتقف مع الشرعية وتوقف مع هادي وتموله بالطائرات، وما فيش داعي نحن نخرج من نفس الموضوع. أنتوا إيش لا نريد نتشاتم في هذه ناصر القناة. يا سيد لا أدري أنت لماذا مضطر للشيء. هذه الورقة أسألك يعني نستلمها طيب من يقف وراء هذه الخطة؟ هذه ورقة المبعوث الدولي اللي تتغنون به كل يوم. نعم. هذا المبعوث الدولي اللي عملتوا فيه يعني أشعار وأغاني وكل شيء. طيب ما تفسيرك لوقوف المبعوث الدولي معكم؟ اللي حبسنا احنا شهرين في عمان. حبسنا احنا في عمان شهرين نحن الوفد المعني. طيب هو جات من السعودية. طيب هنا اسألوا أسيادكم، هذه أفكارهم، لا تضحكوا على الشعب. إذا أنت بدأت تغلط سيد ناصر، ويعني إحنا مش مضطرين نرد عليك الآن. على أي حال أنا أسألك الآن، لماذا ولد الشيخ؟ نحن ندعم أمريكا. هذه المبادرة قادمة من الطرف الثاني. نعم. منذ جلسنا هذه المبادرة ونحن نتعرض لشتائم منه. أنا أناقش الورقة. نعم. وهو يجيب لي خطب على الحوثيين والأنصار الله والدمويين ومش عارف إيش. نعم. دعونا نناقش الورقة، تشتو تناقش الورقة ناقشناها. طيب من هو الطرف صايحنا. طيب من هو الطرف الثالث الذي ورد في هذه الخطة برأيك؟ نحن لا ندري من الطرف الثالث. هذه الورقة سوف نرد عليها كتابيا ونقول إنه هذه أشياء يعني ممكن نتوافق عليها وفي أشياء لا نتوافق عليها. وأيضا معظم الأشياء التي جاءت في هذه الورقة قد تم مناقشتها، أنا عضو الوفد الوطني ناقشناها حرف حرف داخل قاعة المفاوضات داخل الكويت، وتم تنفيذ ما طلبتموه حرفيا. انسحبوا وفد هادي، انسحبوا ثلاث مرات عندما جينا في سيرة هادي. نعم. اذا تم تنفيذ ما طلبتموه حرفيا في هذه وفي الخطة. وفي الاخير جاءت الافكار من ولد الشيخ ليست مننا. طيب جيد، اذا ولد الشيخ لبى لكم طلباتكم حرفيا، الطلبات التي طرحتموها في الكويت. لم يلبي اي طلبات لنا. ولد الشيخ يشتي نحن ننسحب من بلدنا من شان تدخل السعودية للحدود، هذا طبعا نرفضه. لكن يوم يقول ولد الشيخ لابد أنتم كيمنيين تكونون في حكومة واحدة، لابد كيمنيين تتوافقوا على نائب، لابد كيمنيين تكونوا في لجنة عسكرية واحدة، هذا نحن نتفق معهم فيه. طيب إذن بالتحول إليك أشياء ما نتفق فيها. طيب جيد، تحول أخيرا إلى السيد فهد الشرفي، إذن أي جماعة مسلحة في أي بلد يمكنها الانقضاض على نظام سياسي في البلد ويعني إعلان حروب داخلية على يعني البلد، ويمكن مكافأتها بهذا الشكل، يعني هذا ما نفهمه من هذه الخطة إذا ما صحت سيد فهد الشرفي. كيف يمكن الآن التعامل معها رسميا سواء من قبل الحكومة أو الجيش الوطني أو المقاومة أو حتى التحالف العربي؟ اولا انت تكرري ان هذه الخطه موافق عليها التحالف العربي، وهذا كلام نحن نتعامل معها الان كوضع كواقع حاليه موجوده ونناقشها سواء كانت هي تسريبات او كانت خطه حقيقيه. غير دقيق باعتقادي، هذا الكلام غير دقيق، وهذه الورقه غير قابله للتنفيذ ومرفوضه. وانا اؤكد على انه حتى لو تامر المجتمع الدولي على شرعيه الرئيس هادي، فهناك شرعيه اليوم، شرعية الكرامة وشرعية المقاومة وشرعية المناهضة، ولا يعقل أن هذه التضحيات التي قدمها اليمنيين ستذهب هدرا. لن الأخوة في الجنوب يقولون إن حققتم انتصارا واستعدتم جمهورية فنحن توحدنا معكم على أرضية النظام الجمهوري، أما إذا أنتم تتضعون أيديكم يا أخواننا الشماليين والله توافقوا أنه يحكمكم عبد الملك الحوثي ويتحول إلى سيد عليكم طاغوت وكهنوت، والله إحنا بنقرر مصيرنا. معنا حتى الوحدة الوطنية، حتى الوحدة الوطنية في مهب الريح في 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 عندما نستعرض مثل هذه
الأفكار التي تؤدي إلى تمزيق وشرذمة اليمن، لأن الناس اليوم قد شبوا عن الطوق، وحتى لو الرئيس هادي قدم تنازلات، وأنا أنصحه هنا، أنصح الحكومة أن يرفضوا مثل هذه الأفكار جملة وتفصيلا تقديرا. نعم، إذن حتى لو وافق الرئيس هادي والحكومة على هذه الأفكار سيتم مواجهتهم. أستاذ فهد الشرفي أشكرك من الرياض، كنت معنا أستاذ فهد الشرفي، أشكرك جزيل الشكر، انتهى وقت البرنامج، وكما أشكر من صنعاء الأستاذ ناصر باقزقوز، وأشكركم مشاهدي الكرام على كرم المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي أنا أسوان شاهر، ومعد البرنامج أسامة القطيبي، وكافة الفريق الفني للبرنامج. ألتقيكم في حلقة جديدة من فضاء حر الأسبوع القادم في نفس الموعد في أمان الله.